بعدما قمت بتجربة العديد من الوسائل لزيادة عدد المتابعين على الإنستغرام طبعا تبعا لطلباتكم، فقد اكتشفت وحصلت على طريقة رائعة جدا ستمكنك من الحصاد أو من الحصول على آلاف المتابعين على الإنستغرام الخاص بك بطريقة سهلة ويوميا. وأيضا سأريكم طريقة رائعة للتحايل على هذه الوسيلة التي سنستعمل لمضاعفة عدد المتابعين. وفي نهاية الفيديو بإذن الله ستكون عندنا مسابقة للفوز بجائزة يفوق قدرها 10 دولارات، ستكون من نصيب واحد منكم، الجميع يمكنه المشاركة معنا. نمر مباشرة إلى الدرس. آيفون تي في، القناة رقم واحد عربيا في مجال آيفون. متابعينا الكرام، سلام الله عليكم واهلا وسهلا بكم معنا في هذا الدرس الجديد على قناتكم ايفون تي في. لمن يزورنا لاول مره، قناتنا تختص في كل ما هو جديد من تقنيه الايفون من تهكيرات والعاب وبرامج جديده وكل ما هو سري ومفيد لاصحاب الايفون. لذلك اذا كان عندك ايفون اهلا وسهلا بك في العائله، قم بالاشتراك بالضغط على زر الاحمر تحت الفيديو وفعل زر الجرس لتتوصل بمواضيعنا يوميا بخصوص الايفون ودائما ما ستحبها. وايضا لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك تحت هذا الفيديو اذا استفدت ان شاء الله. نمر مباشرة الى الشرح، وكما قلنا في البداية سأشارك معكم طريقة رائعة وهائلة لجمع آلاف المتابعين على حسابك الانستغرام يوميا قانونيا ومتابعين حقيقيين، وكل هذا بالمجان. وأيضا في هذه الطريقة التي سنستعمل سأشارك معكم طريقة اكتشفتها من مجهودي الشخصي، حيث سنقوم بتجاوز قوانين هذه الميزة أو هذه الطريقة، لأنه سأشارك معكم الشرح وستفهمون. سنحتاج إلى هذا التطبيق والذي طبعا سأترك لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو، ندخل عليه وكما تشاهدون هذه هي واجهة التطبيق. لما تدخل عليه سيطلب منك إدخال معلومات حسابك على الإنستغرام، عادي تقوم بإدخالها، لا تخف التطبيق سالم، يزوره ملايين الأشخاص حول العالم كل يوم ولديه تقييم رائع على الأب ستور. إذا بعدما تقوم بإدخال معلومات حسابك على الإنستغرام ستعطيك هذه الواجهة. فكرة هذا التطبيق هو أنه تذهب على، كما تشاهد لما نضغط على هذه الأشرطة الثلاثة يعطينا هذه القائمة، نذهب على Earn Coins نضغط عليها، ومن هنا فكرة التطبيق هو أنك تقوم بمتابعة أشخاص حقيقيين، حسابات حقيقية، وهذه ولما تقوم بمتابعتها تربح نقاط كما تشاهدون هنا. لما تضغط وتتابع أي واحد تربح 4 نقاط، والنقاط تجتمع هنا. لما نجمع النقاط نقوم بتحويلها إلى متابعين حقيقيين. فكما تشاهدون إذا ذهبنا إلى هذه الخانة Get Followers، كما تشاهدون يمكنني أن أدفع 80 من النقاط التي جمعت وأحصل على 10 متابعين أو 200 أحصل على 25، والقائمة طويلة إلى 4000. كما تشاهدون عندي 5000 هنا جمعتها بسهولة تامة، سأريكم طريقة التجاوز بعدما أشرح هذا. كما تشاهدون حصلت على 5580 نقطة بسهولة تامة وفي وقت وجيز لا يتجاوز يوم واحد. وكما تشاهدون يمكنني أن أضغط على 4000 ويمكنني شراء 500 متابع بسهولة. سنقوم بالتجربة الآن، وكما تشاهدون سأضغط لأشتري 80 متابع. كما تشاهدون عندي في الحساب 73 متابع، سأشتري 80 وستشاهدون الطريقة على أنها شغالة 100% بدون مشاكل. كما تشاهدون يقولون لك هل تؤكد الشراء؟ تقول نعم، ومن ثم تذهب على حسابك الإنستغرام. أنا هذا الحساب فتحته فقط للتجربة، صراحة لست مهتم بالإنستغرام، لكن كما تشاهدون قد قمت بشراء 80 متابع وأنا عندي 73 متابع. وكما تشاهدون لما سأقوم بعمل الريفريش وبعد تقريبا 3 دقائق لا أكثر بدأت أتوصل بالمتابعين الجدد. كما تعلمون كان عندي 73، وكما تشاهدون العدد يزداد دوريا، كل 3 ثواني 4 ثواني تحصل على متابع جديد أو متابعين جدد. سيتم تحويل لك 80 متابع كيفما قمت بشرائهم بدون مشاكل، يعني فقط سنقوم كما تشاهدون 84، وسيتم تزايد العدد دورية كما تشاهدون، تأتيك
87 تؤتيك إشعارات من التطبيق تقول لك أننا نرسل لك المتابعين. نمر إلى طريقة التحايل على التطبيق. كما قلت لكم أخواني، نذهب على أرن كوينز ونقوم بالذهاب على فولو. من هنا أنصحكم أن تذهبوا على فولو، لأن المتابعة تعطيك 4 نقاط، وإذا عملت اللايكات تعطيك فقط نقطة واحدة. يمكنك أيضا الحصول على اللايكات على صورك، ويمكنك يعني أن تشتري لايكات على صورك، لكن المهم في هذا الدرس هو المتابعين. وهو فكرة هذا التطبيق، لما تقوم بمتابعة 160 شخص يعطون لك رسالة هنا ويقول لك: أخي، لا يمكنك أن تقوم بمتابعة أكثر من 160 شخص في الساعة واحدة، وسيمنعونك من متابعة أي شخص آخر وربح نقاط جديدة إلى أن تأتي الساعة المقبلة. لكن لكي نتجاوز هذا، فعندما يعطونك تلك الرسالة هنا ويقولون لك أنه لا يمكنك حتى الساعة القادمة، كل ما عليك فعله أخي هو الذهاب إلى إعدادات آيفونك، ومن ثم الذهاب إلى جنرال العام، ومن ثم الذهاب إلى إعدادات الساعة والتاريخ، ومن ثم ستجدها هكذا أوتوماتيكلي. تقوم بإرجاعها على هذا الشكل وتذهب إلى الساعة، وكل ما عليك فعله أخي هو أن تقوم بإضافة ساعة على هذا الشكل. تقوم بإضافة ساعة ومن ثم ترجع على التطبيق، وستجد على أنه يمكنك أن تبدأ في جني نقاط جديدة بدون مشاكل، ولن يمنعك التطبيق. يمكنك القيام بهذه العملية كما تشاهدون. أنا حصلت على 700 نقطة في 5 دقائق، إذا وستتجاوزونها يعني يمكنك أن تعمل فقط لمدة ساعة واحدة. تصوروا ساعة واحدة كل 5 دقائق فيها 700 نقطة، ستربح نقاط كثيرة كثيرة، ويمكنك تحويلها إلى متابعين كما تشاهدون فقط ب 3000 نقطة. يمكنك الحصول على 500 فولورز. المسابقة التي تكلمنا عنها، بما أنك دخلت إلى هذا الموضوع إذن أنت من عشاق الإنستغرام، المسابقة اليوم ستكون سهلة سهلة جدا، والرابح فيها سنعمل قرعة بعد أسبوع من اليوم. كما تشاهدون اليوم 7 شهر 8، يعني بعد 7 أيام، يوم 15 من الأسبوع القادم سنعمل لايف، ستكون القرعة لايف، والذي سيفوز معنا ب3000 متابع حقيقي، سنقوم بإرسالها إلى حسابه الخاص. ستكون الخدمة مدفوعة، ولن نستعمل هذا التطبيق لمن يتساءل. ستكون الخدمة مدفوعة على إيباي كما تشاهدون أمامكم. سنقوم بشرائها وإرسالها للفائز معنا في القرعة. كما قلنا لكم ستكون القرعة مباشرة. سأستعمل موقع أمامكم مباشرة، والموقع سيجمع كل من سيقوم بالخطوات المطلوبة الثلاث التي سأعرض عليكم الآن. الموقع سيقوم بتجميع كل الأشخاص الذين قاموا بعمل الخطوات الثلاثة ولا تنقصها أي واحدة، وسيختار منهم واحد وسيكون هو الفائز بإذن الله، سنتراسل معه. الخطوات الثلاثة سهلة جدا ولن تأخذ منك أكثر من 20 ثانية. كل ما عليك فعله، الخطوة الأولى أن تذهب وتتأكد على أنك مشترك على قناتنا آيفون تيفي. إذا نزلت إلى الأسفل، قم بالضغط على الزر الأحمر، زر الاشتراك سبسكرايب، وفعل زر الجرس الذي بقربه، ضروري جدا. وبهذا أيضا ستضمن توصلك يوميا بمواضيعنا التي ننشرها، ودائما ما تكون مفيدة بخصوص الآيفون. الخطوة الثانية، ستقوم بعمل لايك لهذا الفيديو وتعمل لنا كومنت أو رد تحت الفيديو كيفما كان، كلمة شكر تقديرية أو أي شيء. الخطوة الثالثة سهلة جدا، كل ما عليك فعله هو الذهاب تحت الفيديو كما تشاهدون. هنا سأعطيكم المثال، تقوم بنسخ رابط الفيديو، ذلك فقط بالضغط على شير على هذا الشكل، ومن ثم تضغط على كوبي لينك. بهذا تكون قد نسخت رابط الفيديو، وتذهب إلى الفيسبوك عندك وتقوم بنشر رابط الفيديو على أي جروب عندك يكون خاص بالآيفون. بدون شك كلنا عندنا جروبات خاصة بالآيفون، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى أي جروب. على سبيل المثال هذا الجروب، هكذا سنذهب إلى أي جروب، أي مجموعة خاصة بالآيفون، ندخل عليها أي مجموعة، وفقط نقوم بنشر رابط الفيديو على هذا الشكل في المجموعة ونقوم بنشره. وبهذا تكون قد شاركت في المسابقة، وبعد أسبوع سيأتيك إشعار لتشاهد معنا اللايف مباشرة، وإن شاء الله سيكون هنالك فائز سيتواصل معنا بالجائزة وسنتواصل معه. أتمنى يكون الشرح قد نال إعجابكم. نلتقي غدا في درس جديد. Peace.